السلام عليكم خاوتينا توجونا از الثقه از الثقه تلقاو عندها غير جديد اليوم عقد لكم واحد كان في عطله ها خويا اسامه من فرد العائله اليوم نخلي لكم خويا اسامه هو يقدم لكم كاع لي طاب دي باس لان دايرينهم وتابعونا توجو في الصفحه في اليوتيوب عندنا غير جديد اخو اسامه يقول لكم كلمه الله يحفظك خويا حليم ربي يحفظك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لي فانتا وانا نخدم اللي راكم معنا رانا عاودنا ولينا يعني بقوه والحمد لله يا ربي ربي وفقنا كنا في عطله ان شاء الله ربي معنا وكما نقول لك انا جبنا لكم بزاف لي موديل تاع لي طاب الباز اليوم اللي رانا دايرين لكم واحد الكود ام دي سي هذا تاع لي صالون اليوم كومبليتي وكم لي صالون تاعكم ان شاء الله باذن الله خاوتنا نبداو لكم بلي طاب الباز هذوما تفضلوا عندك هذه طاب الباص تواسي 3 ملايين و 200 خاوتي في الات يعني تفتح كوفري تحت يعني حاجه شابه ما شاء الله لي مونطون تاعها يعني بيان فيني كيما راكم تشوفوا هكذا خاوتي لي موتيسور تاعها امبورطاسيون ماشي لوكال زيدوا تفضلوا معايا خاوتي عندك طاب رو يعني حاجه شابه حاجه بيان فيني كيما راكم تشوفوا فيها بالزجاج فيها بلادها كانت 3 ملايين و 500 راهي بروموسيون 32 زيدوا تفضلوا معايا خاوتي بروبوزي لكم هاد لاطاب كيما راكم تشوفوا شوف فينيسيون تاعها شنو داخل باش نخدموا مع خاوتنا يعني قابل واطي حاجه شابه ما شاء الله لي السعر تاعها كتواسي 35 ايدير 32 يعني حاجه ما شاء الله زيدوا تفضلوا معايا خاوتي زين بروبوزي لكم هاد لاطاب كما راكم تشوفوا فيها عندنا ما مخدوم الغدوه تحب لي طاب جيبون تاعها نعطيكم لي طاب جيبون تاعها زيدوا تفضلوا معنا عندك هاد الموديل يعني حاجه شابه من ورا بالبيزو حاجه شابه بيان فيني السعر تاعها كما راكم تشوفوا لنا خاوتي 28 زيدوا تفضلوا معنا بروبوزيوكم هاد لاطاب واسي 3 ملايين و 200 زيدوا تفضلوا معنا عندك هاد لاطاب عندنا طاب جيبون تاعو خاوتي كيما راكم تشوفوا كواسي 2 ملايين و 900 في الات يعني حاجه شابه ما شاء الله زيدوا تفضلوا معنا زين بروبوزيكم هاد لاطاب كيما راكم تشوفوا لهنا فينيسيون تاعها ما شاء الله في الات توجور قادو مع الات خاوتي هاي ليك الداخل يعني بيان فيني عندنا هادو موديل فيه كبيرة وفيه صغيرة في الآتر خاوتنا ترونسبارو تحب دلو الزجاج فيه ماشي بروبليم يعني رانا في الخدمة ونحن في الخدمة زيدوا تفضلوا معنا هادي كيما اللي بروبوزينا لكم في الأول زين بروبوزي لكم هادي طاب البابور يعني حاجة شابة ما شاء الله كيما راكم تشوفوا فيها عندك هادي باش ما تعجزوش فيها رود يعني تروري كيما تحب في الان حاجه شابه ما شاء الله عندك هذه في الكاري يعني حاجه شابه كيف كيف ما شاء الله وعندنا فيها صغيره تاع حاضر نزيد بروبوزي هذا غيرك خاوتنا كان هذه هذه ايكرا كيما نقولوا حنايا يعني حاجه شابه ما شاء الله عندك هذا الموديل صغيره تاع هذيك لاطاب كبيره ربي يحفظكم ويعطيكم الصحة وبمناسبة هذه الأضحى قدمنا لكم ليبو في كفري يعني حاجة شابة ما شاء الله يعني شباب شباب قوي ربي يحفظكم ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم أنا مع خالتي يعني كما يقول لك إن شاء الله توقفوا معنا كما رانا واخذناكم وتوجد خير جديد ربي يحفظكم وبارك الله فيكم سلام